مرحبا بكم. في هذه الحلقة سوف نتناول بعض الأسئلة المتكررة التي يساء فهمها أحيانا حول نظرية التطور. بالرغم أن الأسئلة والمغالطات التي يساء فهمها في هذا الموضوع كثيرة جدا، ولكن سنتناول بعضا منها بشكل مختصر. أولاً، وجب علينا التوقف لاستكشاف مفهوم التطور بين الحقيقة والنظرية. يعد التطور أحد أكثر المفاهيم إثارة للنقاش والاهتمام في علم الأحياء، لكن قد يتساءل البعض: ما الذي نعنيه عندما نصف التطور بأنه حقيقة وفي الوقت نفسه نظرية؟ هذا الوصف الذي يتكرر كثيرا في الأدبيات العلمية قد يبدو محيرا للبعض، لذا دعونا نوضح الأمور ببساطة. عندما نتحدث عن حقيقة التطور، فإننا نشير إلى التغيرات الموثوقة والقابلة للملاحظة التي تحدث في تجمعات الكائنات الحية عبر الزمن. هذه التغيرات ليست مجرد افتراضات، بل هي نتائج مثبتة بالأدلة العلمية التي يمكن دراستها وملاحظتها في الطبيعة. أما نظرية التطور، فهي التفسير العلمي الذي يوضح الآليات والطرق التي تؤدي إلى هذه التغيرات. بمعنى آخر، الحقيقة تعني أن شيئاً ما يحدث، بينما النظرية تشرح كيف ولماذا يحدث ذلك. لإيضاح هذا المفهوم، يمكننا أن نستعين بمثال مألوف جدا، الجاذبية. عندما نلاحظ تفاحة تسقط نحو الأرض، فإننا ندرك أن هناك حقيقة مؤكدة، وهي وجود قوة الجاذبية. ولكن لفهم سبب سقوط التفاحة وكيفية عمل هذه القوة، نلجأ إلى نظرية الجاذبية، والتي تقدم تفسيرا علميا متكاملا لهذه الظاهرة. ولذلك بالعودة إلى التطور، نجد أن هذا المفهوم يجمع بين الحقيقة والنظرية في آن واحد. إنه حقيقة لأننا نستطيع أن نرى بأعيننا التغيرات التي تحدث في الكائنات الحية عبر الزمن، سواء من خلال السجلات الأحفورية أو الدراسات الوراثية أو التغيرات في الصفات الملاحظة. وهو أيضا نظرية لأنه يقدم لنا تفسيرا علميا مدعوما بالأدلة حول الآليات التي تؤدي إلى حدوث هذه التغيرات، مثل الانتقاء الطبيعي والانجراف الوراثي والطفرات. ومع ذلك، فإن هذا الموضوع لا يخلو من بعض الالتباسات التي قد تنشأ لدى البعض، خاصة عند محاولة فهم الفرق بين الحقيقة والنظرية في السياق العلمي. ولهذا السبب، من المهم أن نوضح هذه الفروق ونتجنب الخلط بين المصطلحين. العلم بطبيعته يعتمد على الملاحظات الدقيقة والاختبارات المتكررة، وهو ما يمنحنا القدرة على التمييز بين الحقائق التي نراها والتفسيرات التي نقدمها لها. فالتطور ليس مجرد فكرة عابرة أو افتراض غير مدعوم، إنه مزيج من الحقائق الموثوقة والنظريات المفسرة، مما يجعله أحد أركان العلم الحديث. سنتناول الآن بإيجاز بعض المغالطات والأسئلة التي يساء فهمها في هذا الموضوع. أولاً، إذا كانت البرمائيات أسماكاً متطورة خلال عمليات التطور، فلماذا ما تزال الأسماك موجودة؟ هذا السؤال الخاطئ هو مثل سؤال
إذا تطورنا نحن من القرود، فلماذا لا تزال القرود موجودة؟ وهذا الموضوع بالذات قد خصصنا له حلقة بأكملها، وهي موجودة في قناتنا. لماذا لا تزال الأسماك موجودة؟ إن الأدلة الأحفورية أظهرت بوضوح أن البرمائيات انحدرت من مجموعة واحدة من أنواع الأسماك القديمة التي تطورت فيها الزعانف العظمية السميكة تدريجيا بمرور الزمن، إلى أن أصبحت أطرافا استجابة لحاجة الكائن لتلك الأطراف على اليابسة. والأنواع الأخرى تطورت إلى أنواع الأسماك التي تجوب المحيطات والبحيرات وقنوات المياه حول العالم كما نراها اليوم. والأسماك مستمرة في التطور مثل غيرها من الكائنات الأخرى. السبب وراء استمرار وجود الأسماك هو وجود فرص لا حصر لها تحت الماء ملائمة لاستمرار تلك الأنواع. عندما غادر أسلاف البرمائيات الأوائل الماء نحو اليابسة، كانت قد وجدت الكثير من الفرص والظروف الجديدة، إلا أنه مع تنوع البرمائيات وغيرها من الكائنات الأخرى، فإن تلك الفرص قد انخفضت على اليابسة، وزاد التنافس على تلك الموارد، لذا لا تبقى هناك جدوى لخروج أنواع أخرى نحو اليابسة. ثانيا، هل تستطيع القردة أن تتطور إلى أشباه بشر آخرين؟ هناك احتمال أن يحدث ذلك خلال ملايين السنين. قد تستطيع القردة أن تتطور لأشباه بشر آخرين، إلا أن هذا الاحتمال ضئيل جدا، لأن البشر لم يتطوروا من أي نوع من أنواع القردة التي نعرفها اليوم، وإنما البشر والقردة انحدروا من سلف مشترك واحد في مرحلة ما قبل نحو 8.5 مليون سنة، ليشكلا سلالتين منفصلين بمرور الوقت كما نراهم اليوم. السبب الآخر هو أن تلك السلالات هي نتيجة مزيج من الضغط الانتقائي والطفرات الجينية بمرور ملايين السنين، لذا فمن غير المتوقع حدوث مثل هذا المزيج مرة أخرى. ثالثا، لماذا تنجو بعض الأنواع بينما تنقرض أنواع أخرى؟ يكون الانقراض غالبا ناتجا عن تغير الظروف البيئية والمناخية، فعندما تحدث تلك التغيرات تملك بعض الأنواع صفات وسمات تجعلها تتكيف مع البيئة الجديدة فتنجو وتبقى على قيد الحياة وتتكاثر. لكن هناك أنواع لا تمتلك تلك السمات، وبذلك لا تستطيع التأقلم مع الظروف البيئية الجديدة، فيكون مصيرها الانقراض. إذا كانت التغيرات البيئية بطيئة كفاية، فإن الأنواع في بعض الأحيان تطور السمات والتعديلات التي تحتاج إليها لتتكيف مع الظروف البيئية الجديدة. أما إذا كانت تلك التغيرات أسرع من أن تسمح للكائن بالتطور، وكان أفراد ذلك النوع يفتقرون للسمات التي يحتاجونها للنجاة في البيئة الجديدة، غالبا ما يكون مصير تلك الأنواع هو الانقراض. رابعا، هل التطور متجه لأن يكون أكثر تعقيدا؟ منذ ظهور الحياة على الأرض منذ نحو 3.8 مليار سنة، أدى التطور إلى ظهور الكثير من الكائنات الحية والتراكيب المعقدة، ودماغ الإنسان والعيون المجسمة مثالان على ذلك. في الوقت نفسه هناك كائنات بسيطة التركيب مثل الطحالب والبكتيريا والخميرة والفطريات التي نشأت واستمرت وازدهرت منذ مليارات السنين. إن وجود كائنات حية وحيدة الخلية خلال مرحلة تشهد وجود كائنات معقدة التركيب مثل البشر
هي شاهد على حقيقة أن التطور خلال سلالة معينة لا يتجه بالضرورة نحو التعقيد. عندما تكون الأعضاء المعقدة مفيدة، فإن تلك الأعضاء ستنشأ تدريجيا بمرور الوقت استجابة لاحتياج الكائن. ومع ذلك فإن الكائنات وحيدة الخلية تؤدي العديد من الأدوات وبشكل أفضل بكثير من أي كائن متعدد الخلايا. في الكائنات الحية متعددة الخلايا تقوم الخلايا المختلفة بأداء وظائف الجسم المختلفة بتراكيب أكبر وأكثر تعقيدا على عكس الكائنات وحيدة الخلية والتي تؤدي فيها الخلية الواحدة جميع وظائف الجسم، ولذلك فهي تبقى في حالة مستقرة نسبيا مع التكيف. خامسا، هل يؤثر البشر على مسيرة التطور؟ يتفق معظم العلماء أن للبشر تأثيرا كبيرا جدا في مسيرة التطور، مثل ظهور مقاومات المضادات الحيوية التي تجعل البكتيريا تطور آليات تمكنها من مقاومة تلك المضادات، والمبيدات الحشرية وزيادة معدلات الانقراض الهائلة التي تسبب بها البشر. تأثيرنا في مسيرة التطور قد امتد حتى على تطور جنسنا البشري. لقد حمتنا التكنولوجيا والثقافة إلى حد كبير من الضغط الانتقائي الذي يدفع الكائن للتطور بالانتقاء الطبيعي، ما يسمح للعديد من الناس، خصوصا أولئك الذين يعيشون في الدول المتقدمة الذين لا يستطيعون التكاثر من دون تدخل طبي، أن يتمكنوا من تمرير جيناتهم للأجيال التالية. لاحظ علماء آخرون أن التكنولوجيا والثقافة قد تغيرت، لكنها لا تلغي دور الانتقاء الطبيعي على البشر. نحن نتكيف الآن مع التزاحم والتلوث والأمراض الجديدة بدلا من ضرورة الهرب من الحيوانات المفترسة كما كنا، وأن البشر سيتطورون في المستقبل، لكن احتمالية التطور لأنواع جديدة منفصلة ضئيلة جدا، لأنه لم يعد هناك وجود للمجموعات البشرية المنفصلة المتباعدة. إلى هنا نكتفي بهذا القدر، آملين أن نتناول في حلقات قادمة العديد من الأسئلة المتكررة والمغالطات التي يساء فهمها حول نظرية التطور. ختاما نقول أن التطور ليس مجرد فكرة، بل هو إطار علمي متكامل يفسر تنوع الحياة على كوكبنا، سواء اعتبرناه حقيقة ملاحظة أو نظرية تفسيرية، فهو أحد أعمدة العلم الحديث. لذلك إذا كان لديك أسئلة أو تعليقات حول الموضوع، شاركنا في التعليقات، ودعونا نبحث ونفهم معا هذا المفهوم الرائع. دمتم بخير.